Vladimir Putin wants to overtake the United States as a power broker in the Middle East. As part of his strategy, he's fighting a war of ideas against Washington on Arab airwaves. The following clips from the Russian TV channel RT Arabic provide a glimpse. قناة روسيا اليوم نصب أعينها أن تنقل المشاهد إلى قلب الحدث ليعيشه صورة وصوتا في تقنية مذهلة فهي الغارات الإسرائيلية على مواقع قرب العاصمة السورية دمشق هذا كله غيض من فيض ما تقدمه قناة روسيا اليوم والتي ترحب اليوم بضيف يخصها لأول مرة بالزيارة ضيفنا اليوم هو فخامة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فأهلا وسهلا بسيادة الرئيس في تقاليد السياسة الخارجية الأمريكية وفي أيديولوجيا هذه السياسة يوجد ويتطور دائما بشكل دوري الجزء التوسعي عالميا وكونيا يقول فلاديمير بوتين أنه لأمر خطير أن يحاول أحد إدخال في روعة الآخرين فكرة الاستثنائية بل وأضاف إلى ذلك بعدا دينيا واضحا حيث قال أن نحن كلنا متساويين أمام ربنا وأن الله خلقنا هكذا لضمان إمكانية حرية التعبير عن الرأي بشكل طبيعي وتقرير المصير من قبل سكان القرم كان يجب الحيلولة دون سفك الدماء وعدم السماح للقوات المسلحة الأوكرانية وأجهزة الأمن الأوكرانية بعرقلة مواطني القرم في التعبير عن الرأي وتقرير المصير لذا كان يجب علينا نزع أسلحة وحدات الجيش وأجهزة الأمن الأوكرانية عندما دخلنا إلى أفغانستان استقبلنا السكان المحليون بالورود ونظموا تجمعات ودية. فإن إدخال قواتنا إلى هناك تم تحديدا لتنفيذ مهمة مساعدة الشعب الأفغاني لقد قمنا بتنفيذ الحماية قمنا حتى بحماية المساجد لكي نمنع تدميرها قمنا ببناء البنية التحتية للبلاد لقد فعلنا الكثير وهذا لم يكن لنا بل للشعب الأفغاني RT Arabic's disinformation campaign aims to disorient Arab audiences and turn them against their friends. Maybe it's time for the world's liberal democracies and their Arab allies to wage a thoughtful response.